تحريف، ده تخريف تخريف تخريف. الرب يسوع قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب، عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الأسد الخارج من سبت يهوذا. إشعياء 19:19 يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، نبوة لازم يحفظها كل إبط. الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية حافظت على وحدة التعليم، ووحدة التعليم حافظت على الكنيسة. اقروا الكتاب المقدس كل يوم، وادرسوه واحفظوه واعملوا بيه وعلموه وعلموه. قدس الآن واحد أمين. أريد بنعمة الله أن أكلمكم اليوم عن موضوع لماذا الاضطهاد؟ لماذا الاضطهاد؟ لماذا تضطهدني؟ شاول لماذا تضطهدني؟ الاضطهاد الظاهرة انتشرت موجودة من بداية المسيحية وتكاد تكون قاصرة على المسيحية، خاصة بالمسيح والمسيحيين، وزادت موجودة لغاية النهاردة في كتير من البلاد وخصوصا في البلاد العربية والإسلامية. بص نلاقي كتير الاضطهاد ضد المسيح والمسيحيين وخصوصا من إخواتنا المسلمين حول العالم، ولا سيما في مصر. مثلا نلاقي من الكشح للأقصر لأبو قرقاص للمنيا، نجا حمادي، العمرانية، اسكندرية، القاهرة، وفي كل بلاد مصر كل يوم والتاني حوادث. لسه لغاية امبارح ولا أول امبارح قتل داعش، قتلت 2 من الأقباط، أب وابنه قرب الأنطرة شرق جنب الإسماعيلية في هذا الأسبوع. وبنشوف كل يوم صور مختلفة، مش بس يعني حرمانهم من الوظائف ومن حقوقهم، حقوق المواطنة في مجالات كتيرة وفي الانتخابات ومجلس الشعب وغيره والمراكز الرئيسية في الدولة، ومن البعثات والعلاوات والحاجات دي، وبالعافية بياخدوا حقوقهم بالقضايا لكن شفنا خد صور جرائم من حرق الكنائس وحرق بيوت المسيحيين واضطهادات يعني غريبة الشكل. بص نلاقي زي في المنيا مثلا لما السيدة عجوز سنها بين 70 و80 يقلعوا هدومها عريانة ويمشوها يزفوها في الشوارع عريانة ويطبلوا لها ويزمروا لها، حاجة يعني لا تليق لا بالحضارة ولا بالإنسانية ولا بمصر ولا بالقرن 21. نلاقي حاجات بالشكل ده كل يوم والتاني، ومن جرائم قتل وسرقة بالإكراه واعتداءات أشكال والوان. فالأمور اللي تدعو للغرابة، الغرابة الشديدة، أولا كيف يستمر هذا الاضطهاد ويزيد في القرن 21 وفي عصر حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس الأمن؟ ونبص نلاقي كأننا لا نزال عايشين في غابة، وإن هذه الأسماء لمنشآت مؤسسات الدولية اللي مفروض لحماية حقوق الإنسان في كل مكان في العالم يعني تقف عاجزة ومكتوفة الأيدي ومش قادرة تعمل حاجة إذا تزايد وكسرت الاضطهادات بهذا المنظر. الحاجة الثانية الغريبة اللي تلفت النظر ان الاضطهاد دلوقتي اصبح قاصر على المسلمين، من المسلمين
مسلمين هم اللي بيضطهدوا المسيحيين، طبعا معروف كراهيتهم لليهود، وإن قرآنهم قال على اليهود إن مسخهم قردة وخنازير، كان بيكرهوا إخواتهم المسيحيين اللي تربوا معهم ونشأوا معهم وأصحاب البلد معهم وكل حاجة، واللي دينهم وصف المسيحيين بأنهم أهل الكتاب، وقال إنهم ناس مسالمين ولا خوف عليهم ولا يحزنون، وأقرب الناس مودة للذين آمنوا اللي قالوا إن نصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبانهم لا يستكبرون، وإن أجازوا الزواج بالمسيحيات رغم إنه الزواج عندهم محرم مع المشركين. فلما شوية يقولوا علينا أقرب الناس مودة ومؤمنين بالله وأهل الكتاب، ومرة يقولوا علينا أننا مشركين وفي نفس الوقت يتجوزوا من بناتنا، وأن محمد نفسه تزوج ماريا الإبطية، يعني حاجات أشياء عجيبة تدعو للغرابة والعجب. عايزين نبحث أسباب الاضطهاد عموما ظاهرة الاضطهاد دي، وليه هي موجهة ضد المسيحيين بالذات في جميع أنحاء العالم من العرب ومن المسلمين. يعني حصل اضطهادات زمان في بدء المسيحية من اليهود، لكن النهاردة اليهود ما بيضطهدوش المسيحيين، اللي بيضطهدهم هم المسلمين لوحدهم. فأنا عايز نبحث أسباب الاضطهاد مش بس في العالم وفي التاريخ، لكن في الكتاب المقدس بيذكر لنا ليه أسباب الاضطهاد وليه أسباب الكراهية دي اللي ملهاش مبرر أبداً. فمعروف إن المسيحيين دول ناس مسالمين وناس طيبين، وديانتهم بتقول لهم مش بس تحب قريبك كنفسك لكن تحب عدوك، أحبوا أعدائكم وباركوا لعينيكم واحسنوا لمبغضيكم وصلوا للذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، وما تقاومش الشر بالشر واغلب الشر بالخير. إيه أسباب الاضطهادات عموما وأسباب هذه الكراهية؟ أول حاجة لازم نعرفها إن الحرب أصلا بين الله والشيطان، وإن الشيطان بعد سقوطه كان ملاك ورئيس ملائكة كبير، لكن لما تكبر وسقط وابتدى يحارب ربنا ويحارب ربنا في كل الميادين وفي صورة أولاده بالذات، يعني في جنة عدن ربنا يقول لآدم وحواء ما تاكلوش من الشجرة دي وإلا تموتوا، ويجي الشيطان في شكل الحية ويقول لهم لا مش هتموتوا ولا حاجة، ويغشهم ويكذب عليهم، وما هم لسه أبرياء وما فيش في الدنيا غيرهم ومحدش كذب عليهم قبل كده، ما عرفوش الكذب والغش والخداع والحاجات. بعدين للأسف سقطوا في الخدعة والجريمة بتاعته دي اللي جلبت علينا الموت لغاية دلوقتي، وبان إنه كذاب من الأصل. المسيح قال عليه في إنجيل يوحنا صح 8 عدد 44 إنه كذاب وأبو الكذاب، وكان من البدء قتالا للناس، قتالا للناس منذ البدء. ففي ده في سفر من سفر التكوين، وادي الإنجيل، نيجي لسفر الرؤيا آخر سفر الكتاب المقدس يقول لنا في صح 12 وحدثت حرب بين ميخائيل رئيس الملائكة وإبليس وملائكته اللي سقطوا معاه، والجر وراه تلت نجوم السماء، يعني أسقط تلت عدد الملائكة اللي من طائفة الكروبيم. حصلت حرب بين
بين الله يمثله ميخائيل رئيس الملائكة وبين الشيطان إبليس وجنوده. وقال إنه حب إنه لأنه سمع وعرف إن ربنا ناوي يتجسد نسل المرأة سيسحق رأس الحية في ملء الزمان. فلما أول ما سمع وعرف إن المسيح اتولد في بيت لحم وجاي المجوس يعلنوا كده ويقولوا أين هو المولود ملك اليهود، أتينا لنسجد له، على طول جنن هيرودس الملك في أيامه وأعلن عن مذبحة عجيبة في التاريخ ما حصلتش قبل كده أبدا ولا بعد كده، ضد الأطفال، أطفال الأمرياء، عشان يذبح المسيح معاهم، هو لسه طفل يخلص منه. فدي مكتوبة بصورة رمزية في سفر الرؤيا الساعة 12، يقول: ورأيت امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، على رأسها إكليل به 12 كوكب، وإذا بتنين عظيم أحمر له 10 رؤوس وسبع قرون، وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد ابنا ذكرا سيرعى العالم بعصا من حديد ليبتلع ولدها متى ولدت. ليبتلع ولدها متى ولدت. فوقف قدامها وأعلن بقى حرب ضد الأطفال علشان يذبحوا. جت قصة الهروب إلى مصر، إنه ما قدرش لأن ربنا خلى ملاكه يظهر للقديس يوسف النجار ويقول له: قوم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، لأن هيرودس مزمع أن يقتله. فجت قصة الهروب لمصر، وقعدوا في مصر حوالي 3 سنين ونص لغاية ما مات هيرودس. ظهر له الملاك تاني في مصر وقال له: ارجع تاني أرض بلاد أرض فلسطين. فشفنا الاضطهاد، الحرب بين الشيطان ضد ربنا، وإنه طبعا من رحمة ربنا وصبره وطول أناته إنه كان يقدر يبيد إبليس ده وجنوده، لكن صبر عليه و لم يبده ولا حاجة علشان يمتحن إيمان الناس ويتعرف مين اللي بيحب الخير ومين الشر ومين اللي بيحب ربنا ومين اللي ممكن إنه ينكر ربنا وينكر المسيح ويتبع إبليس. فالحرب أصلها بين الله والشيطان. نمرة 2، إن العالم موضوع في الشرير. ده قاله لنا القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى، إن العالم موضوع في الشرير. يعني الشيطان للأسف سماه رئيس هذا العالم. المسيح قال: رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. لكن العالم، معظم العالم وبلاد العالم بتتبع الشيطان، مبادئ الشيطان دلوقتي هي اللي ماشية وهي اللي منتشرة. سماه إلى هذا الدهر. يقول لنا عنه الرسول بولس: إلى هذا الدهر أعمى أذهان عقول غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. نمرة 3، إن اضطهاد المسيحيين ده يعتبر اضطهاد للمسيح نفسه. هم بيضطهدوهم ليه؟ ما عملوا لهمش حاجة وحشة، لم يصنعوا معهم شرا أبدا، ولا أظهروا عداوة ولا كهر كراهية ولا حاجة، لكن ضد المسيح، ضد المسيح. الشيطان عارف إن المسيح هيجي ويتجسد والصليب بتاعه هيكسر رأس الحية، يحط برأس الحية، فأعلن الحرب ضد المسيح وضد الصليب. يطلع دين كامل يقول لنا إنه لا ينكر واقعة تاريخية معروفة في العالم كله، آمن بها العالم كله من مشارق الشمس لمغاربها ومن الشمال للجنوب. ينكر الصليب، يقول: لا ده ما صلبوش ولا حاجة، ما صلبوه وما قتلوه، ده شبه لك وتهيأ له إنه ما صلبوه. فينكر الصليب وينكر الفداء وينكر ألوهية المسيح وينكر التجسد وينكر إنه ابن الله. ده في نفس الوقت اللي امتدح المسيح هو في القرآن، وامتدحه أكثر من نبي الإسلام، وقال عنه إنه ولد ميلاد عذراوي
بالروح القدس من عذراء طاهرة اصطفاها وفضلها لنساء العالمين، وإنه تكلم في المهدي صبيا، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص، المولود أعمى، الأكمه ده المولود أعمى، خلق العنين جديدة، والأبرص يشفي المرضى ويقيم الموتى، وحط لها بإذن الله في الآخر علشان ينكر ألوهية المسيح وإنه هو الله الظاهر في الجسد، وشاهد لو إنه بيعرف الغيب مع إنه قال إنه ما يعرفش الغيب غير ربنا، لكن نسب للمسيح معرفة الغيب، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في هذا لآية إن كنتم تؤمنون. فنسب له صفات إلهية، كل صفات إلهية، يخلق خلق، فيش إنسان يقدر يخلق شعر واحدة بيضة ولا سود، يقدر يصنع من مادة، يعمل مادة تانية، يعمل حاجة تانية، لكن يخلق من العدم مش ممكن، مستحيل، ده عمل إلهي بس. ونفس القرآن بيقول كده، لكن قال المسيح يخلق لكم من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيصير طائر، وحط لها في الآخر برضو علشان وإلا الناس كأنه بيبشر بالمسيح بقى وبالمسيحية. فبإذن الله أقول بكلمة بإذن الله، دي العبارة الوحيدة اللي المسيح عمره ما قال، عمره ما نطق بيها، لكن كان يقيم الموتى ويسكت الرياح ويخرج الشياطين ويشفي المرضى بإذنه هو، بقوته، بسلطانه، بأمره. أيها الشاب لك أقول قم فيقوم، لعازر هلم خارجا، يوم بعد 4 أيام بعد ما أخته قالت ده عفن. فنسب للمسيح كل الصفات الإلهية، إنه تولد بمعجزة بدون رجل من عذراء طاهرة بالروح القدس، إنه يتكلم في المهدي صبيا، إنه يخلق من الطين طيور ينفخ فيها فتدب فيها الحياة، إنه يعرف الغيب وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إنه بيقيم الموتى ويشفي المرضى، إنه هو اللي حيدين العالم في اليوم الأخير. لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. طيب مين اللي يقدر يدين العالم ده ويعرف أسرار الناس ويعرف يحكم بالحياة الأبدية أو بالهلاك الأبدي على البشر إلا المسيح، إلا ربنا الله وحده نسب هذا العمل للمسيح، خالق، إنه صانع عجائب ومعجزات، إنه يعرف الغيب، إنه هو اللي حيدين العالم في اليوم الأخير، كتر خير. يعني دي كلها صفات إلهية، يعني لو إحنا بنقدر نفهم الكلام ده عندنا أبسط معلومات عن اللاهوت وصفات اللاهوت وقدرة الله، نعرف إن دي صفات إلهية ما تكونش أبدا، لا تعطى لإنسان، ربنا ما استقالش وده أعماله وتخصصاته ووظائفه للبشر. حتى ولو كانوا أنبياء مش ممكن، مش ممكن نبي حيدين العالم، مش ممكن نبي بيخلق من العدم ومن الداع ومعرفة الغيب وعمل المعجزات وشفاء المرضى وانتهار البحر والريح، كل دي أعمال إلهية، أعمال إلهية. الشيطان أنكر، خلى أتباعه ينكروا ألوهية المسيح رغم اعترافهم بكل صفاته الإلهية، وينكروا أهم حاجة جه المسيح علشانها وهي خلاص العالم، خلاص من الموت ومن الشيطان ومن الخطية ومن الدينونة الأبدية نار جهنم، هذه أهم حاجات اللي احنا مفروض نخاف منها، ادي اعدائنا الحقيقيين الشيطان ابليس كل جنوده، الخطيه، الموت اللي سيطر على العالم كله مش هينجو منه انسان بلا استثناء، لا نبي ولا ملك ولا رئيس ايا كان، ليه؟ عشان يخلصنا منه. الخلاص، كلمة الخلاص دي الخلاص من الأعداء الخطيرين دول
أعداء الإنسان والإنسانية الحقيقيين جه المسيح عشان يخلصنا منهم. عشان كده تلاقوا كلمة الخلاص دي موجودة في الإنجيل من أوله لآخره، من أول أصحاح في أول إنجيل، إنجيل متى ملاك بيبشر ويقول إنه يدعى المولود ده يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يقول إنه جاء لينقض أعمال إبليس، وإنه بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. والعجيبة إنه في تلاقوا أديان بحالها من اللي قامت وادعوا إنهم أديان من عند ربنا وأديان إلهية، ما جاش فيها كلمة الخلاص دي ولا مرة ولا مرة. لا حاجات مش على بال. طب مرة والدين إيه؟ جاب إيه الدين الجديد؟ جاب إيه؟ ما في شوية أخلاق، ما تقتلش وما تزنيش وبتاعت، ما دي معروفة من الوصايا العشر من أيام موسى النبي قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة وقبل كده كمان. فهل الدين هو كود مجموعة أخلاقيات؟ تعمل كده وما تعملش كده؟ لا طبعا، الدين الأساسي هو لخلاص البشر، خلاص البشرية واسترددها مرة تاني إلى حضن الله وإلى الحياة الأبدية وإلى حياة البر والطهارة والقداسة والصدق والأمانة والانتصار على الشيطان والموت والدينونة الأبدية في جهنم. هذه اللي جه خلصنا المسيح منه، لكن حيدينا شوية أخلاقيات ما يبقاش دي. ما هو كل بلاد العالم فيها شرائع وفيها أخلاقيات كتيرة، واللي خالفها ويعمل جرائم البوليس يمسكه ويقبض عليه ويحكمه بمقتضى القوانين الوضعية بتاعتهم. جه الشيطان علشان يحارب المسيح أساسا، يحارب الخلاص، يحارب أنا ده خلاص منه، يحارب الصليب اللي بيسحق رأسه ويسحق رأسه. ودي نبوة موجودة من تاني صفحة في الكتاب المقدس، سفر التكوين صح 3 عدد 15، وأضع عداوة بينك، بيكلم حواء الإنسان، وبين الحية اللي كانت سبب سقوطك والكذب عليك وغشك وجابت لك الموت انت ونسلك، اضع عداوة بينك وبينها وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. كل اللي قدر يعمله المسيح انه سحق، مسيح سحق رأسه بالصليب، ويقول الشيطان هيج اليهود عليه سحقوا عقبه اللي هو الجسد، الجسد البشري لما تجسد وأخذ جسم إنسان اللي اتولد به من العذراء القديسة مريم بالروح القدس. كل اللي قدر يعمله الشيطان يسحق عقبه اللي هو يعني قدر يموته الجسد، وحتى هذا الموت المسيح انتصر عليه فقام في اليوم الثالث، مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فالحرب أصلا بين الله وبين الشيطان عالم موضوع في الشرير، واستسهل كل مبادئ الشيطان وتبعها. اضطهاد المسيحيين هو اضطهاد المسيح، هو اضطهاد للمسيحيين، أو اضطهاد المسيحيين هو اضطهاد للمسيح نفسه، زي ما قال لشاول الترسوسي، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ظهر له بنور عظيم عز الظهر، بان نور الشمس جنبه زي شمعة، قال له أنت مين اللي أنا بضطهدك؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فعلى طول آمن وقال له ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ قال له تكمل السكة بتاعتك لدمشق، وهناك في شارع كذا في حارة كذا اسمها المستقيم هتلاقي واحد اسمه حنانيا، هو يعمدك ويحط ايده عليك فيرجع لك البصر
ويفتح لك عينك تاني. وده حصل وتم، فآمن شاول طرسوس ده وصار أعظم رسول وكارز مبشر بالمسيحية، وهو بولس الرسول اللي كتب 14 رسالة في العهد الجديد، نص أسفار العهد الجديد. فلماذا تضطهدني؟ أنت مين؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. أنا شفتك يا رب فين ولا؟ قال له اللي أنت بتضطهدهم دول ولادي، دول أعضاء جسدي، اضطهادك ليهم يعتبر اضطهاد ليا أنا شخصيا، وأنا هدافع عنهم وأنا هحميهم. زي ما قال أحد الفلاسفة المعاصرين أنه يجب أن يضاف إلى عجائب الدنيا السبعة وعجوبة أخرى، وهي بقاء المسيحيين في مصر إلى الآن رغم الاضطهادات الرهيبة اللي وقعت عليهم من العصر الروماني والعصر الإسلامي ولغاية النهاردة فصار الاضطهاد علامة للمسيح وللمسيحيين. المسيح قال أنا يعني ما غشتكوش، أنا قلت لكم الحقيقة، إن كانوا اضطهدوني سيضطهدونكم، والطريق ضيق والباب صعب اللي يؤدي للحياة وإلى الملكوت، وليس عبد أفضل من سيده ولا تلميذ أعظم من معلمه. وقال لنا رسول بطرس لا تستغربوا البلوى المحرقة الحاصلة بينكم، كأن أصابكم شيء غريب. القادة العامة ألهبوا للرسول جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. المساوس الثانية 3:12. نيجي النقطة 5 وهي أن الظلمة تبغض النور. النور يبدد الظلام ويمزقه ويجعله يختفي ويحرم أمامه. الظلمة بتكره النور، وقال لنا المسيح الكلام ده، إن أنا النور جاء إلى العالم، قال على نفسه أنا هو نور العالم، وهي كلمة لا يجرؤ إنسان أيا كان أن يقولها. أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمكث في الظلمة بل تكون له نور الحياة. وقال لكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة. أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة. يوحنا 3. مملكة الظلمة هي مملكة الشيطان إبليس، مملكة النور هي مملكة المسيح والإيمان الحقيقي بالله. تعليم المسيح تعليم نورانية، تعليم نورانية، والنور بيتعب العينين المريضة اللي عندها رمض. فمن أسباب الاضطهاد إن الظلمة تكره النور، وأبناء الظلام يكرهون أبناء النور ويحاربوهم ويظلموهم ويقتلوهم. 6. أبناء الجسد يضطهدون أبناء الروح. فدي شرح لنا الرسول بولس، قال كان الإبراهيم ابنان، واحد من الحرة الزوجة الشرعية سارة، والتاني اللي هو إسحاق، والتاني من الزوجة الجارية هاجر المصري. وكما كان ابن الجارية يضطهد ابن الحرة، هكذا الآن أيضا. اقرأ في رسالة غلاطية إصحاح 4. إيه الحكاية؟ شافت سارة في يوم من الأيام إسماعيل، وكان سنه بقى 12 سنة، ماسك سهم وقوس وصوبه نحو إسحاق الطفل الجديد اللي لسه مولود، الابن الشرعي الوارث لإبراهيم.
على انه بيلعب بيهزر. سفر التكوين قال كان اسماعيل يمزح بيلعب بيهزر. اول ما ساره شافت المنظر قالت له بس اطرد الجاريه وابنها، لان ابن الجاريه لا يسمع ابني اسحاق. ولما قال ان ابراهيم يعني ضايق من الكلام ده وما عجبوش، لانه كان بيعتبر بقى ان هاجر بقت يعني في حكم الزوجه له وان اسماعيل في حكم ابنه، فربنا قال له اسمع لساره فيما تقول لك. انتوا عارفين القصه في سفر التكوين بقى من اصحاح 16 وطالع. هو الحصل مش كان بيلعب وبيهزر لما وجه له القوس ده، ده كان عايز يخلص منه لأنه كان هو الوحيد اللي على الحجر وهو الوارث. ده جه بقى حول الانتباه عنه وما بقاش له يعني نفس القيمة والمركز بتاع الأول، فحب يخلص منه بتشجيع هاجر أمه. فسارة قالت لإبراهيم اطردهم، ما يقعدوش هنا تاني، دول فيهم خطر على ابننا. وده حصل فعلا، وقال انه تربى في الصحراء وعاش انسان وحشي صيد صيد حيوانات وبتاع، فكان انسان وحشي، والوحشي يده على كل انسان ويد كل انسان عليه، عدو لكل الناس، وكل الناس أعداء في ناصر. هذه الطبيعة بتاعت إسماعيل والإسماعيليين. الظلمة تبغض النور، أبناء الجسد يضطهدون أبناء الروح، كما كان ابن الجارية يضطهد ابن الحرة هكذا يكون الآن أيضا. إن أبناء الجسد اللي ملهمش في الدنيا دي غير الأكل والشرب والجواز والطلاق ويتجوزوا واحدة واثنين وثلاثة وأربعة ويطلقوا زي ما عايزين بكلمة، دول بيتحدوا المسيحيين اللي هم بيمثلهم إسحاق ابن الحر. نقطة أخرى، المسيح قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب، أرسلكم كحملان وسط ذئاب. يتوقعوا إيه؟ إن حملان يدخلوا في وسط قطيع بين الذئاب، طبعا هيفترسوهم ويمزقوهم. المسيح قالها بصراحة، أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب، فكونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحيات. خدوا من الحية مش سمها ومكرها والتواءها، لكن ذكائها. لما تشعر انها في خطر تلف جسمها حوالين راسها تحمي راسها، لانها عارفة لو اتضربت على اي حتة في جسمها مش هيجرى لها حاجة، لكن لو اتضربت على راسها هتموت، فتحمي راسها بجسمها. هذه الحكمة بتاع الحي، كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. الحملان في وسط الذئاب تنتظروا يعملوا لهم ايه؟ هيفترسوا، مش بس يضطهدوا، هيفترسوا وهيقتلوا. ماذا يتوقع الحملان وسط الذئاب؟ لكن بقاء الحملان إلى الآن لمدة 14 قرن في البلاد الإسلامية يرجع لمعجزة حماية المسيح اللي وصل بأنه الأسد الخارج من سبط يهوذا هو اللي بيحميه. كما قال أحد المؤرخين، بقاء الأقباط في مصر إلى الآن يجب أن يضاف إلى عجائب الدنيا السبعة. يلاحظ القديس أغسطينوس ملحوظة جميلة واقعية،
تعقيبا على هذه الآية يقول لوحظ أنه عندما تأكل الذئاب الحملان تتحول الذئاب إلى حملان، يعني رغم أنهم بيضطهدوهم وبيظلموهم لكن بيتأثروا بحياتهم، بيشوفوا فيهم الأمانة والصدق والسلام والمحبة. فشاول الطرسوسي اللي كان بيضطهد المسيحيين وبيقتلهم ويحبسهم وقال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومفتريا ومضطهدا لكني رحمت إذ فعلت هذا بجهل في عدم أمانة بعدم إيمان. بعد ما طهد المسيحيين لمدة طويلة هو نفسه تحول إلى حمل وتحول إلى إنسان مسيحي وإلى قديس وإلى مبشر بالمسيح وبالمسيحية. وهذا بالضبط ما حدث مع شاول وإريانوس وغيرهم آلاف من البشر. نقطة 8، الشريعة الإسلامية هي أكبر سبب للإضطهاد للأسف. الشريعة الإسلامية هي أكبر سبب للإضطهاد هذا المسيحيين وغير المسلمين عموما، سواء في مصر أو السعودية أو السودان أو باكستان أو أفغانستان أو إيران أو نيجيريا، زي ما أنتم شايفين كل يوم سطو على الكنائس، حرق الكنائس، قتل للأقباط، ظلمهم، نهبهم، وقال لهم أنتم الأعلون وخير أمة أخرجت للناس واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأعدوا لهم إلى آخر. فبص نلاقي هذه الشريعة اللي بترجم وتقتل وتعاقب وتقطع الإيدين والأرجل على خلاف وتحاب المسلمين على باقي المواطنين وعلى باقي الأديان وتقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، هي شريعة عنصرية، شريعة عنصرية أقرب إلى شريعة الغاب، وهي سبب الظلم والإرهاب والتغلب والتخلف في كل مكان طبقت فيه فشلت. نمرة 9، ما نقدرش نتكلم عن الإرهاب وأسبابه كده من غير ما نتكلم إنه ربنا وعد أولاده بالنصرة بالانتصار. فيقول للمسيح في العالم سيكون لكم ضيق، لكن نصف الحقيقة، نصف الآخر لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يقول هذه الغلبة التي بها نغلب العالم إيماننا بإيماننا بالمسيح إله الحي، هو اللي بيدافع عنا، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. وعد بالنصر. ويقول الرسول بولس مضطهدين ولكن غير متروكين. النصرة هنا ليست نصرة مادية ولا جسدية لكن نصرة روحية أبدية. أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسة المسيح ولا على أصغر إنسان مسيحي أمين مخلص لإله. آخر نقطة برضو علشان الموضوع يعني الاضطهاد والظلم والكراهية، يعني مش موضوع يعني ظريف قوي، نقول إنه عندنا وعد وبركة إن الاضطهاد ده يعتبر هبة وبركة من ربنا لأولاده. يقول الكتاب وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. فعرفنا هنا إنه حيقابلنا آلام، حيقابلنا اضطهاد، قال لنا بصراحة. وده كان معاصر للمسيحية من أول عصور. ف
المسيحية والمسيح اضطهد من اليهود أولا في يامه، وظلموه وحكموه محاكمة ظالمة، واتهموه زورا بأنه جدف وحكم عليه بالموت والصلب، وقالوا دم علينا وعلى أولادنا. ما كانوش طبعا بيحسبوا حساب النفقة، ما كانوش فاكرين ان ده يعني، فاكرين انهم بيتسلوا بيلعبوا قضية وكسبوها، وكسبوا الغوغاء معاهم وخدعوا الرومان ينفذوا لهم الحكم اللي هم عايزينه. اصلبوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولادنا، دي دموا علينا وعلى اولادنا، دي كلفتهم ايه. هتلر لوحده قتل 6 مليون من اليهود، ايام النازي ستالين قتل 13 مليون من اليهود، والشعب الوحيد اللي تشتت وتشرد في العالم كله واصبحوا مكروهين من جميع الناس ومظلومين ومضطهدين، لان هم اللي داعوا على نفسهم وعلى اولادهم، فبيدفعوا ثمن جريمه دم المسيح البريء اللي قتلوه ظلما وغدرا. فالاضطهاد بالنسبه لينا مش يعني عقوبة ولا لعنة، لكن يعتبر بركة إن فهمناه وقبلناه بشكر من إيد ربنا مش من إيدين الناس. زي ما قال المسيح نفسه، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ لا، قال دي بسبب خيانة يهوذا ولا بسبب إجرام قيافة رئيس كهنة اليهود ولا بنيرون اللي ألصق تهمة حريق روما اللي هو حرقها بجنانه وسكره، ألصقها بالمسيحيين عشان يبرر يعملهم كبش فداء سكيب جوت ويحملهم مسؤولية الجريمة البشعة بتاعته. فابتدوا يحرقوهم ويولعوا فيهم وينوروا بيهم الأشجار بالليل، يلفوهم في شمع وقماش ويرموا عليه جاز وبنزين ويولعوا فيه إنارة حدائق جلالة الإمبراطور، ويرموهم للوحوش والأسود والزيت المغلي والزفت المغلي، ويسيبوا عليهم الكلاب السعرانة وغير السيف، ويرموهم في حفر وآبار فيها عقارب وتعابين، يسلخوا الجلد ويدلقوا عليه خل ويطلعوا أظافر إيديهم ورجليهم، شافوا الأهوال، يوقفوهم يلبسوهم جزم على مسامير، يوقفوهم على مسامير محمية بالنار. تفننوا في كل أشكال الاضطهاد والتعذيب والكراهية العمياء بصورة بشعة ينفر منها الوحوش، ينفر منها الوحوش، زي ما قال كتاب سفر المزامير مزمور 49، إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. يبقى الإنسان ينحط إلى مستوى أقل من الوحوش. اضطهدوا المسيحيين اضطهادات رهيبة من رجال ونساء وعواجيز وأطفال، وما فيش ما يعرفوش معنى الرحمة ده أبدا. شافوا أجدادنا وأبائنا الأحوال، لما تقروا في كتاب السنكسار اللي بيتقري في كل قداس في الكنيسة ده، واحد جسمه بيأشعر إزاي احتمل أبائنا وأجدادنا كل هذه الأحوال من العذبات والاضطهادات والتفنن في تعذيبهم وتقطيع أعضائهم وحرقهم بالنار والزيت المغلي والزفت المغلي ومسامير المحمى بالنار. كل الحاجات دي أهوال شافوها، لكن قبلوها بفرح وبشكر، لأنهم حسبوا أنهم بيسددوا شيء من محبة المسيح اللي احتمل الصليب والموت لفدائهم وخلصهم وإعطاهم حياة أبدية سعيدة مجيدة مع الله إلى الآن.
ربنا يدينا نعمة إننا نعيش وما نأله، وكن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، ده اللي يهمه ربنا. فلا تأثر فينا إغراءات العالم، ولا نخاف من تهديدات ولا من عذابات. يدينا نعمة إننا نظل أمناء متمسكين به، رافعين راية الصليب إلى النفس الأخير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. التحريف ده تخريب. الرب يسوع قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب. عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. إشعياء 19:19 يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. نبوة لازم يحفظها كل إبط. الكنيسة الإبطية الأرجوسية حافظت على وحدة التعليم، ووحدة التعليم حافظت على الكنيسة. اقروا الكتاب المقدس كل يوم، وادرسوه واحفظوه واعملوا بيه وعلموه وعلموه. لوغوس تي في، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.